هذا الموضوع للإناث، نساء بشكل عام، الشكوى المتكررة، آلام كثير في العضلات، تعبانة، عندي آلام، عندي وجع، مفاصلي. بدي أحكي لك شغلة كثير مهمة. أنت دائما تعتمدي فقط على المكملات الغذائية، مغنيسيوم، فيتامين دال، كالسيوم، بي كومبلكس. بدي أفهمك شغلة كثير مهمة بالنسبة للنساء. أنت بعد سن 30 كل 10 سنين قاعدة تفقدي 5% من الكتلة العضلية اللي عندك، وبعد 60 سنة، يعني إذا بدنا نحكي 30 ل 40 5%، 40 ل 50 5%، 50 ل 60 5%، بعد 60 لا، بصير كل 10 سنين بتفقدي 10%. فأنت اعتمادك هذا على المكملات الغذائية غير صحيح. دائما آلام مفاصل، تعبانة، آلام عضلات، ديسكات، مش عارف إيش. بدك تفهمي شغلة واحدة، العضلات اللي عندك قاعدة بتضعف. طب إحنا بدنا من سن 30 سنة وأقل، المفروض يعني إحنا دائما نحكي تحت 30 سنة اختياري، فوق 30 سنة إجباري، لازم تسجلي بنادي، لازم سباحة، لازم رياضة، لازم تقوية عضلات. هاي كلها أهم من موضوع المكملات الغذائية اللي كلكم بتعتمدوا عليها.